يا حضرة المحقق، في عالم ما بعرف من هنن هجموا علي بنفس ليلة العاصفة اللي عم يحكوا عنها. كانوا حاطين ببالهم يقتلوني، بس أنا شخص منيح وقدرت أهرب منهم لأني عامل خير كتير مع الناس. كنت عند الدكتور أواسي بالمستشفى كل الليل عم يضمض لي جرحي، هو فعلا أنقذ لي حياتي. عم يكذب يا حضرة المحقق، أنا شفته بعيوني بهديك الليلة. بحسب السجلات الطبية هي ثاكور كان بالمستشفى وقتها، بركي حضرتك شفت حدا تاني. سيد راجا، الدكتور أواسي دكتور كتير منيح وبيعالج النظر كمان، لازم تروح لعنده شي يوم. أنا بعرف كتير منيح اللعبة اللي عم تلعبها يا ثاكور، بس أنا رح أقلب اللعبة هي كلها ضدك. الشخص اللي بيكون بحاجة لنواب إقبال أو أي حدا تاني لحتى يحميله مرته أكيد ما بيطلع بإيده يهدد حدا. ثاكور! سيد راجا، أنا بحكي مع رجال بس مو مع أي حدا بيضل متخبي ورا نجاح مرته مو قدران يعمل شي. ثاكور! أنا رح ورجيك يا رجا منيح. رجا شو عم تعمل يا رجا؟ خلاص بعد عنه. بعد تريد شفت حضرة المحقق، إذا بتريد رجع لورا رفع إيده علي وهون بمخفر الشرطة كمان، ومشان هيك أنا هلا بدي أقدم شكوى ضده. مدام خدي من هون. ركوني رجا، وإلا هلا رح أرفع شكوى ضده فورا. امشي معي، يلا امشي. انبسط نواب إقبال، ثاكور بالديف سينك شعل النار اللي بدك إياها. أنت هلا شعلت النار وأنا رح كب الزيت فوقها. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.